خويا الا كان عندك الواي فاي تخير غتانصالي بعدا واحد لابليكاسيون سميتها لان سكان، سكاني شوف بعدا سكاني الريزو ديالك، شوف شحال من واحد مكونيكتي عندك. مثلا نتوما في الدار عندكم مثلا واحد، نتوما عندكم مثلا واحد خمسه ديال الاجهزه كتزيد عليهم دائما جهاز الروتور، ديما تزيد واحد، خمسه زائد واحد يساوي سته، خاصني نحسب نلقى سته، لقيتي 20 30 عرفتي شي واحد مكونيكتي معك، بدل المود باس الواي فاي وغادي يخفف. واخا هادشي كله والريزو ثقيل باش كنتيستيو الريزو، باش كنتيستيو الكونيكسيون واش وصلنا كما ينبغي، ما كنتيستيوهاش بالواي فاي. كخصك كابل ار جي 45 كتخشيه في الروتور كتخشيه في البي سي وكتيستي. الا كانت الكونيكسيون مزيانه ولكن في الواي فاي عيانه، بدل الشانل، بدل الشانل ديال الواي فاي. خصك تمشي لاعدادات الواي فاي وتبدل الشانل. دابا اش كيوقع وسختو مليك بحال حنا هنايا، دابا حنا هنايا صونت خضافير، صونت خضافير كلشي داير الواي فاي، القنوات بتخبط في بعض. المشكله كيأثر لنا هادشي على الريزو. باش نحل هاد المشكل هذا اش مشيت درت؟ مشيت اختاريت بدلت الكاونتري، درت بلاد، ما بقيتش عاقل واش درت تشاينا ولا ما عرفتش درت، باش يعطوني لي شان نورمالمون تعطيك 11 قناه باش تولي عندي 13 قناه، وزيت كلشي حطيتو في 13 قناه، حيت في القناه 13 ما كاينش الانترفيرنس ديال سميتو. كنت يا خويا ساكن في السفلي والواي فاي في العلوي، ولا هو في العلوي وفي السفلي، حاول انك دير واحد المساله اخرى، انك دير لي بوين داكسي باش انه تقدر تسرع الكونيكسيون. خاصك تعرف كذلك الناس اللي ساكنين في ديورا اللي مقسومين ماشي بالياجور، تيكونوا مقسومين بالبريك. وتحيه للبناي ديالي تبارك الله دار لنا البريك، هو خفر علينا المساحه اللي تيكونوا ما كاين هاد الناس. شوف كيكرب كلخ واحد اللي قاسم بالبريك، هو علينا البريك. البريك اخويا راه ماشي هو الياجور، الا كنتو قاسمين بالبريك راه البريك تيفرع على الاشاره، لان البريك تي فهمتي باش بريكه قدها هكا يعني باش يدوز السينيال صعيب.